الرحمن الرحيم. النموذج الثامن من كتاب الأضواء الصف الخامس الابتدائي. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة 4629 و 4628. هنا طبعا 4629 أكبر من مجموعة الأعداد الزوجية تقاطع مجموعة الأعداد الأولية. الأعداد الزوجية اللي هي 0 2 4 6 8، والأعداد الأولية اللي هي 2 و 3 و 5. هنا الأعداد الأولية كلها أعداد زوجية ما عدا الاتنين، كلها أعداد فردية ما عدا الاتنين. كل الأعداد الأولية أعداد فردية ما عدا الاتنين، يبقى المشترك بين الأولي والزوجي اللي هو الاتنين. س ناقص 3 بيساوي 5. هنا هضيف 3، هضيف هنا زائد 3، وهضيف هنا زائد 3. 3 زائد 5 يديني 8، يبقى الس بكام؟ ب 8. المربع الذي محيطه 32 عايز مساحته. محيط المربع يعني أقسم على الأربعة. 32 على 4 بيساوي 8. 8 ده ضلع، يبقى الضلع هنا بكام؟ بـ8. يبقى أقسم 32 على 4 بيساوي 8. عايز مساحة المربع طول الضلع في نفسه. 8 في 8، طول الضلع في نفسه اللي هو 8 في 8 بـ64 سنتيمتر مربع. السؤال اللي بعده بيقول لي 213 زائد 87 بيساوي 87 زائد 213. هنا أعمل خاصية إبدال. السؤال اللي بعده 4 في 31 في 25. ال25 هنا خرجها بره وحط القوسين 4 في 31، بدلهم 31 في 4. أصغر عدد طبيعي هو الصفر، أصغر عدد طبيعي هو الصفر، لكن أصغر عدد في مجموعة أعداد العد هو الواحد. مساحة المثلث اللي طول قاعدته 12 وارتفاعه 5. مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع، نص في 12 في 5، نص في 12 في 5، نص ال 12 6، الخمسة في 6 بـ30. محيط الدائرة التي طول نص قطرها 4. محيط الدائرة باي في طول القطر. محيط الدائرة باي في طول القطر، باي في طول القطر، أو طول القطر في باي. باي هو ما عوضش عن باي، يعني نزل باي زي ما هي، يبقى هنا باي هنزلها زي ما هي. في طول القطر في عند نص القطر بـ4، نص القطر بـ4، يبقى القطر كله بـ8، يبقى 8 في باي بـ8 باي، 8 في باي بـ8 باي. السؤال اللي بعده مساحة المعين. مساحة المعين الذي طوله قطريه 12 و16، هاخد نص ال 12 أو نص ال 16. نص ال 16 8، ال 8 في 12 بـ96. نص حاصل ضرب طوله قطريه، نص في 12 في 16، ناخد نص ال 12 أو نص ال 16. نص ال 16 8، ال 8 في 12 بـ96. هنا 93 وهنا 93، هنا 7 وهنا 7، وبينهم طرح، يبقى الناتج صفر. عدد محاور تماثل المستطيل 2. عدد محاور تماثل المستطيل 2. العددان س وص مجموعهما 20، فإن وص بتساوي. أبدأ بالعدد، أبدأ الأول بالعدد. كلمة مجموعهما لما يكون عندي عددين ومجموعهما، مجموع دي هقلبها طرح. أبدأ بالعدد وأعكس مجموعهما أعملها طرح، وهنا أي ص يبقى أقول له 20 ناقص س. ضعف العدد س مطروحا منه 3. كلمة ضعف يعني 2، كلمة ضعف العدد س يعني 2 س، مطروحا منه 3 يعني ناقص 3. 13 زائد 16 13 بقت 16 بقت 19. هنا زود 3 وهنا زود 3 وهنا زود 3، يبقى 22. زود 3 تبقى 25. من أمثلة التحويلات الهندسية عندي الانعكاس وعندي الانتقال وعندي الدوران. عندي الانعكاس وعن الانتقال والدوران. مساحة متوازي الأضلاع طول القاعدة في الارتفاع. مساحة المتوازي طول القاعدة في الارتفاع. مساحة المتوازي طول القاعدة في الارتفاع. هنا 9 في 13 بتساوي 13 في س، فهنا س بتساوي 9. العنصر المحايد الجمعي. المحايد الجمعي اللي هو الصفر، لكن الضربي اللي هو الواحد. مساحة المربع الذي طول قطره 6، يبقى نص في 6 في 6، نص في 6 في 6، نص الستة 3، 3 في 6 بـ18. س عدد فردي، فإن س زائد 1. شيل س حط أي عدد فردي، فردي 1 أو فردي 3. 1 و 2 1 2 2، ده عدد إيه؟ زوجي. محيط المربع الذي طول ضلعه لام، يبقى 4 لام، لام ولام ولام، يبقى 4 لام، 4 لام. باستخدام خواص الجمع في طه. هنا بيقول لي باستخدام خواص الجمع في طه، هاخد 8 في 125 في 137. وكده انا عملت ابدال، كده انا عملت ابدال، خدت 8 في 125 جنب بعض. بعد كده هاخدهم في قوس، 8 في 125 في 137. كده انا عملت دمج.
هاخد اللي انا عملتهم في كوز ده، هيدوني 8 في 125 بألف، في 137 هيدوني 137 ألف، 137 ألف. وكده انا عملت انغلاق. يعني ايه انغلاق؟ يعني الناتج موجود في ط. السؤال اللي بعده بيقول لي حل المعادلة 2 س + 9 بيساوي 21. 2 س + 9 بيساوي 21. هكتب 2 س الطرف الأيمن زي ما هو، 2 س + 9 - 9، وهنزل 21 وهضيف لها برضو ناقص 9. يبقى أنا هضفت ناقص 9 هنا، أضيف ناقص 9، يبقى 2 س بتساوي 12. هطرح 21 - 9، وهنا هقسم بالإيه؟ هقسم على 2. ليه؟ لأن هنا س مش لوحدها، لازم أقسم على اللي قدامها، لأن أنا عايزة س لوحدها. هقسم على 2 هنا وهنا، 2 هتروح مع 2، يبقى 12 × 2 بيساوي 6. يبقى مجموعة حل المعادلة بتساوي 6. مجموعة حل المعادلة بيساوي المجموعة 6. السؤال اللي بعده بيقول لي في المستوى الإحداثي، إذا كان لام محور انعكاس الشكل، عايز صورته بالانعكاس في المستقيم لام. هنا عندي الصاد بينها وبين محور التماثل 2، أعد المربعات بينها وبين محور التماثل مربعين، يبقى هنا صاد شرطة. هنا العين أدي 1 2 3 4، أدي 1 2 3 4، وأعمل عين شرطة. هنا بينها وبين محور التماثل أدي 1 2 3 4، أدي 1 2 3 4، وهنا هعمل سين شرطة. طبعا انت هتوصل عندك بالمسطرة، معلش ممكن التوصيل يبقى مش مظبوط قوي، ممكن توصله انت بالمسطرة افضل طبعا، بس انا عشان ماسكة الموبايل فمش عارفة اوصل مظبوط. يبقى ده صورتها بالانعكاس، كده صورتها بالانعكاس. هنا ده طبعا هترسم المدرج في الفيديوهات اللي قبل كده، انا رسمت المدرج. حل محافظة الجيزة الصف الخامس الابتدائي، اول سؤال اختر الاجابة الصحيحة. 7 - 5 وطه. 7 - 5 = 2، الاتنين دي موجودة في ط، موجودة في ط، يبقى اخد لها تنتمي. 7 - 5 = 2، والاتنين موجودة في ط، اخد لها تنتمي، لان ده عنصر ومجموعة. ده مش قوس مجموعة، ده قوس عادي يطلع لي ناتج 2، يبقى ده عنصر ومجموعة، اخد تنتمي او لا تنتمي. عدد محاور تماثل المستطيل، عدد محاور تماثل المستطيل 2. المستطيل لو كان محور تماثل له 2. 7 في 15 هي 15 في 7، عملية ابدال. يبقى هو هنا بيبدل بس، 7 في 15 هي 15 في 7. الدائرة التي طول قطرها 14، عايز محيط الدائرة. محيط الدائرة بيساوي باي في طول القطر. عند باي ب22/7 في طول القطر اللي هو كام؟ 14. 22/7 في طول القطر 14، هنا اقسمها على 7 هتديني 2. 2 في 22، 2 في 2 = 4، و2 في 2 = 4، يبقى محيط الدائرة 44. السؤال اللي بعده، محيط مثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه لام. محيط المثلث لام ولام ولام، محيط المثلث مجموع أطوال أضلاعه، هنا لام وهنا لام وهنا لام، يبقوا 3 لام. لام ولام ولام اللي هو مجموع أطوال أضلاعه اللي هي 3 لام. س حيث س تنتمي لط، يعني الأعداد اللي موجودة تنتمي لط. س أكبر من 3 وأصغر من 4، مفيش أعداد بين 3 وبين 4، مفيش أعداد بين 3 وبين 4، يبقى فاي. مفيش أعداد بين 3 و4، يبقى فاي. مربع طول قطره 6 سم، عايز مساحة المربع نص في طول القطر في طول القطر. مساحة المربع نص في طول القطر في طول القطر، أو نص في طول القطر في نفسه. نص في 6 في 6، نص 6 = 3، 3 في 6 = 18. السؤال اللي بعده، 15 في 20 بتساوي 20 في 15. يبقى هنا بيبدل بس، عملية إبدال. 15 ما حطش أقواس ولا حاجة، يبقى هو بيبدل. مجموعة الأعداد الأولية ألف تقاطع مجموعة الأعداد الزوجية زيل. ألف تقاطع زيل، الأعداد الأولية تقاطع الأعداد الزوجية، تقاطع في الاتنين بس، لأن الأعداد الأولية كلها أعداد فردية ما عدا الاتنين، والأعداد الزوجية الاتنين مشتركة بين الأولي والزوجي. ضعف العدد، كلمة ضعف يعني 2، ضعف يعني 2، ضعف العدد صاد يعني 2 صاد، مطروحا منه يعني ناقص، يبقى 2 صاد - 5. ضعف العدد ضعف يعني 2، والعدد اسمه صاد، يبقى 2 صاد، مطروحا يعني ناقص، واكتب 5 يبقى 2 صاد - 5. الزوج المرتب ألف وباء يحدد بنقطة واحدة على المستوى الإحداثي، بتحدد بنقطة واحدة بس على المستوى الإحداثي. إذا كان س زائد 8 بيساوي 15، فإن س تنتمي لط، فإن س بتساوي، هنا بقول س زائد 8، إيه اللي زودته على 8 يديني 15؟ أنا هنا مش هحلها كمعادلة، لأن هو عايز قيمة س بس، مش عايز حل المعادلة. يبقى إيه اللي زوده على 8 يديني 15؟ 7. إذا كان س عدد فردي، فإن س زائد 1 يكون عدد نقط. شيل س وحط أي عدد فردي، أي عدد فردي، حط الواحد، 1 و2 1 و1 2 2، ده عدد إيه، زوجي ولا فردي؟ 2 ده عدد زوجي.
طه اتحاد عين، طه اتحاد عين، يتحدوا في الكبير وتقاطعوا في الصغير، من هنا كبير طه ولا العين؟ الطه ازيد من العين بصفر، يبقى يتحدوا في طه اللي هو الكبير. السؤال اللي بعده، العنصر المحايد الجمعي والمحايد الضربي. المحايد الجمعي اللي هو الصفر، المحايد الجمعي اللي هو الصفر، لكن الضربي اللي هو الواحد، هو اللي ما بيأثرش في عملية الضرب. عمر الرجل الآن سين، فإن عمره قبل 3 سنوات. قبل أو منذ يعني طرح، قبل أو منذ يعني طرح، هو عمره الآن سين، يبقى منذ أو قبل يعني ناقص 3، يعني من 3 سنين كان كام. معين طوله قطري 10 و8، عايز مساحة المعين. مساحة المعين نص حاصل ضرب طوله قطري، نص في 10 في 8، نص في 10 في 8، نص حاصل ضرب طوله قطري. طبعا هنا المفضل ان احنا نكتب القانون ونحل، لازم تكتب القانون الاول، هو نص حاصل ضرب طوله قطري، او نص في طول القطر في طول القطر. نص العشرة 5، نص العشرة 5، الخمسة في 8 ب40 سنتيمتر مربع، لان ده مساحة. محيط دايرة التي طول نص قطرها نق، عايز باي، يبقى باي في 2 نق، باي في 2 نق. تقوانين بقت محفوظة، عددان مجموعهما، كلمة عددان تعكس اللي بعدها، كلمة عددان هتعكس مجموعهما، دي بدل ما هي جمع تبقى ناقص، مجموعهما بدل ما هي جمع تبقى طرح. وابدأ بالعدد، كلمة عددين هبدأ بالعدد وأعكس كلمة مجموع جمع يبقى أعكسها طرح، يبقى هنا هبدأ بالعدد اللي هو 21، مجموعهما يعني هعكسها تبقى ناقص، ناقصين 21 ناقصين. معناته ايه الكلام ده؟ عددين اهم، عددين انا معرفهمش، جمعتهم على بعض ودوني 21، واحد منهم سين، واحد منهم سين، يبقى التاني 21 ناقص سين عشان اجيب العدد. السؤال اللي بعده، اصغر عدد طبيعي هو الصفر. الأصغر عدد طبيعي هو الصفر. أصغر عدد في أعداد العد اللي هو الواحد. مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من 5، الأقل من 5 عند الصفر والواحد والاثنين والتلاتة والأربعة، وطبعا الأقل من 5 يعني ما تاخدش 5. استخدم خواص الإبدال والدمج في طه أو أوجد ناتج ميالي. 8 في 43 في 125، طبعا أنا هاخد الأول 8 في 125 في 43، هاخد التمانية كده، أنا عملت إبدال، كده أنا عملت إبدال، هاخد التمانية في 125 في 43 وأعمل لهم في قوس لوحدهم وأقول عليهم ده كده دمج، وأقول عليهم كده دمج. 8 في 125 هيدوني 1000، 1000 في 43 بيدوني 43000، ودي خاصية، وده خاصية إنغلاق. السؤال اللي بعده اللي هو المعادلة اللي هي 2 س + 9 = 21، 2 س + 9 = 21. هنا هضيف ناقص 9 للطرفين، 2 س + 9، هضيف هنا +9، هضيف هنا -9، وهنا هضيف -9، هشيل 9 مع 9 العدد ومعكوسه هيديني صفر، يبقى 2 س = 12. هقسم على الاتنين هنا، على الطرف هنا هقسم على الاتنين، وهنا هقسم على الاتنين، الاتنين هتروح مع الاتنين، يبقى س = 6، يبقى مجموعة حل المعادلة اللي هي ح بتساوي المجموعة 6. السؤال اللي بعده، متوازي أضلاع طول قاعدته 10 وارتفاعه 6، عايز مساحة المتوازي. هقول له مساحة المتوازي، مساحة المتوازي بتساوي طول القاعدة في الارتفاع، مساحة المتوازي طول القاعدة في الارتفاع. طول القاعدة، القاعدة عندي ب10، هقول له 10 في 6، 10 في 6 بيساوي 60 سنتيمتر مربع. مرحلة محافظة القليوبية، الصف الخامس الابتدائي من كتاب الأضواء. أول سؤال، مساحة سطح المثلث الذي طول قاعدته 8 وارتفاعه 5. مساحة المثلث، مساحة المثلث بتساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع، نص في 8، نص في 8 في 5، نص طول قاعدته في الارتفاع، نص التمانية 4، نص التمانية 4، 4 في 5 = 20. السؤال اللي بعده، 1 بقى 3 بقى 9 بقى 27، بيضرب في 3، ضرب الواحد في 3 بـ3، ضرب 3 في 3 بـ9، ضرب 3 في 9 بـ27، هضرب هنا في 3، هضرب 3 في 27، 3 في 7 بـ21، واحد ومعانا الاتنين، الاتنين في 3 بـ6 ومعانا 2 يبقوا 8، يبقى 81. الشكل المقابل صورة النقطة ألف بالإنعكاس في لام، فين النقطة ألف؟ النقطة ألف على محور الإنعكاس، النقطة ألف على محور الإنعكاس، يعني إيه؟ يعني صورتها هي نفسها ألف، صورتها هي نفسها، ما تبقاش ألف شرطة، تبقى ألف بس لأنها على المحور الإنعكاس.
السؤال اللي بعده 4 ناقص 5، 4 ناقص 5 مينفعش، يبقى اخد لا تنتمي، ماهيش موجودة في ط، 4 ناقص 5 مش موجودة في ط. السؤال اللي بعده سين زائد 5 بيساوي 9، إلا زوده على 5 يديني 9، إلا زوده على 5 يديني 9 4، إلا زوده على 5 يديني 9 4. هو مش محتاج حل معادلة ولا حاجة، هو عايز قيمة سين. 93 زائد 7 ناقص 7 زائد 93، هنا الرقم، هنا الرقم زيه بالظبط، هنا 7 هنا 7 هنا 93 هنا 93، وهنا العلامة زائد وهنا العلامة زائد، يبقى الرقمين اللي في القوس هيطلع نفس الناتج، الرقم اللي هنا والرقم اللي هنا لما اطرحهم من بعض يدوني صفر. المربع الذي محيطه 28، مربع محيطه كله 28، يعني ايه محيطه؟ يعني الاربع اضلاع بطول المربع ب 28، يبقى الضلع الواحد بكام؟ هقسم ال 28 على الاربع اضلاع، 28 على الاربع فيها السبعة، يبقى الضلع ده بسبعة والضلع ده بسبعة والضلع ده بسبعة والضلع ده بسبعة، يبقى 28 على الاربع فيها السبعة، يبقى الضلع بكام؟ بسبعة. عايز مساحته، مساحة المربع ازعله ما طول ضلعه طول الضلع في نفسه، سبعة في سبعة، سبعة في سبعة بتسعة واربعين، سبعة في سبعة بتسعة واربعين. هنا 8 في 31 في 125، هنا ايه اللي اتكرر؟ هنا 31 هنا 31، وهنا 8 وهنا 8، لسه مين؟ لسه 125. على خط الاعداد المقابل، اذا كانت ا تمثل 6 وباء تمثل العدد 3، عايز طول. اول كلمة طول، طول يعني انا هطرح، هطرح الكبير ناقص الصغير، مين الكبير؟ اللي هو ا ناقص باء، ألف ناقص باء، هي باء ألف يبقى ألف ناقص باء، ستة ناقص تلاتة، ستة أنقص منها تلاتة يديني تلاتة، يبقى الطول طرح، الطول طرح، ستة ناقص تلاتة يساوي تلاتة. متوازي أضلاع، طول قاعدته 12 وارتفاعه 6، عايز مساحة سطحه، طول قاعدته 12، مساحة المتوازي طول القاعدة في الارتفاع، مساحة المتوازي طول القاعدة في الارتفاع، قاعدته 12 هضرب 12 في 6، ال 12 في 6، ال 12 في 6 ب 72. السؤال اللي بعده 12 على 3، 12 على 3 تقبل القسمة هتديني 4، 12 على 3 في 4، 4 موجودة في طاقة اخد لها ايه؟ تنتمي، مش موجودة اخد لها تنتمي. السؤال اللي بعده مساحة سطح المعين اللي طول قطره 8 و 10، مساحة المعين نص طول القطر في طول القطر، او نص حاصل ضرب طوله قطره، نص في 8 في 10، نص في 8 في 10، نص ال 8 4، ال 4 في 10 ب 40 سنتيمتر مربع. السؤال اللي بعده 9 في 12 ناقص 5، هنا عملية ضرب وناقص، يعني هو بيوزع، هيوزع التسعة في 12 ويوزع نفس التسعة في الخمسة، وبينهم الإشارة ناقص زي ما هي، 9 في 12 والتسعة في 5 بيوزع الضرب على الطرح. محيط الدائرة التي طول نص قطرها 5، عايز القطر، محيط الدائرة باي في طول القطر، نص القطر 5 يبقى القطر بكام؟ ب 10، يبقى باي في 10 ب 10 باي. محيط الشكل، عايز هنا محيط الشكل، هنا نص دايرة وعندي ضلع وضلع وضلع، هنا سبعة ده مربع، هاخد الأضلاع التلاتة اللي بره، هو سبعة وسبعة وسبعة اللي هما 21، يبقى هجمع السبعة مع السبعة مع السبعة هيدوني 21، يبقى ده محيط الايه؟ الشكل اللي بره اللي هو مربع. عايز اجيب بقى محيط نص دايرة، هقوله محيط الدايرة بيساوي محيط الدايرة باي في طول القطر، وعندي دي اسمها نص دايرة، يبقى نص دايرة في باي ب 22 على 7 في طول القطر اللي هو ايه؟ 7. وهبسط، هنا هشيل السبعة وهنا هشيل السبعة معاها، 22 على الاتنين فيها الحداشر، 22 على الاتنين فيها الحداشر، هجمع 21 زائد الحداشر هتديني 32، يبقى ده مساحة الايه؟ محيط الايه؟ الشكل، وطبعا يطلع بالسنتي، 32 سنتي. يبقى اجيب محيط الشكل من بره اللي هو 7 و7 و7، ما بجيبش اللي جوه لان اللي جوه ده مساحه مش محيط، واجيب معاهم مساحه نص دايره، ولازم اقول له في الاول ان هي نص دائره، او اجيبها محيط دايره كامل واقسم على الاثنين بعد ما اخلص. السؤال اللي بعده، اذا كانت س عدد فردي فانا س زائد 1 يكون عدد، شيل س وحط اي عدد فردي، حط 1، 1 عدد فردي، 1 و1 2، 2 ده يبقى ايه؟ زوجي. عبر رمزيا عن العدد س مطروحة من 8، ما قالش منه، من اللي بعد كلمة من بكتبه هو الأول، اللي بعد كلمة من بكتبه الأول، يبقى 8 ناقص س، ما قالش س ناقص 8. الشكل المقابل ميم ونون عددان طبيعيين، طبعا هنا في خط الأعداد بعمل من على الشمال هنا صفر، وبعمل هنا 1 وهنا 2 وهنا 3 وهنا 4 وهنا 5 وهنا 6. هنا من الكبير الميم ولا النون؟ الميم طبعا هي الكبيرة، الميم هي الكبيرة عن النون. السؤال اللي بعده، مجموعة الأعداد الطبيعية المحصورة بين التلاتة والسبعة، إيه الأعداد اللي بين التلاتة والسبعة؟ يعني ما تاخدش التلاتة وما تاخدش السبعة، خد الأربعة والخمسة والستة، دي الأعداد الطبيعية ما بينهم. على خط الأعداد يقال عدد أربعة مباشرة يسار، يسار يعني أصغر من، أربعة أصغر من إيه؟ أربعة أصغر من الخمسة، يبقى العدد خمسة.
مساحة سطح المربع على طول قطر 10، مساحة المربع بتساوي نص في طول القطر في طول القطر، يعني نص في 10 في 10، نص في 10 في 10، نص العشرة 5، نص العشرة 5، الخمسة في 10 ب50 سنتيمتر مربع. عددان الفرق بينهما، كلمة عددان وكلمة الفرق تتقلب الفرق تبقى زائد، لأن كلمة عددان هتعكس الفرق ده، بدل ما هطرح حجمع. الفرق بينهما 4، زي ما بقول كده عددان أنا معرفهمش الفرق بينهم، يعني طرحتهم من بعض عددين الفرق بينهم اداني 4، والصغير كان هو سين، طبعا الصغير هنا علشان اجيب العدد الاول المجهول اللي انا معرفوش هقول له 4 زائد سين او سين زائد 4، 4 زائد سين او سين زائد 4 لان الجمع ابدالي عادي. السؤال اللي بعده، حل المعادلة 2 سين زائد 5 بيساوي 13، وسين تنتمي لط، 2 سين زائد 5 بيساوي 13، وقال لي سين تنتمي لط. هنا هضيف هنا موجب 5، هنا زائد 5 هضيف ناقص 5، هكتب الرقم الاولاني زي ما هو زائد 5 وهضيف له ناقص 5 للطرفين، يبقى انا هضيف هنا ناقص 5 واضيف هنا ناقص 5، يعني نزلت الطرف الاول زي ما هو اهو كتبته زي ما هو بالظبط وضفت له ناقص 5، وخدت ال 13 وضفت لها ناقص 5. هنا العدد ومعكوسه يديني صفر، العدد وعكس الاشاره بتاعته يديني صفر، هاخد الاثنين س، 13 ناقص 5 8، وهنا قدام س ما هياش لوحدها، يبقى لسه هقسم على قدام س مين اللي هو 2، هقسم هنا على 2 وهنا على 2، يبقى س بتساوي 4، 8 على 2 فيها ال 4، يبقى مجموعة حل المعادلة بتساوي المجموعة 4. السؤال اللي بعده، دائرة طول قطرها، دائرة طول نص قطرها 7، عايز محيط الدائرة، نص القطر ب7، نص القطر ب7، عايز محيط الدائرة، محيط الدائرة بيساوي هنكتب القانون، محيط الدائرة بيساوي باي في طول القطر، باي في طول القطر. عندي هنا باي بكام؟ ب22 على 7، اشيل الباي واعوض عنها، القطر عندي نق ب7 يبقى القطر كله ب14، 14 على 7 هقسم ال 14 على 7 فيها الاتنين، الاتنين في 2 ب4 والاتنين في 2 ب4، يبقى محيط الدائرة 44 سنتي. السؤال اللي بعده، خاصية التوزيع 4 في 98، وبيقول لي وزع، اوزع ازاي؟ هاخد الاربعة زي ما هي وافتح قوس للتمانية وتسعين، اعملها 100 ناقص 2، اعملها 100 ناقص 2، واخد الاربعة في 100 في قوس لوحدهم عشان كده انا بوزع الضرب على الطرح، ناقص 4 في 2، الأربعة في 100 ب400 ناقص الاتنين في 4 ب8، واطرح 400 ناقص 8 يديني 392. الرسمة اللي هي بتاع الامتحان اللي فات اللي هو في المستوى الإحداثي ذو البعدين، حدد النقط ألف 5 و0 وباء 9 و0 وجيم 9 و4 ودال 5 و4، وعايز اسم الشكل وعايز مساحته. هنا أنا رسمت اهوت، هنا 5 و0، ألف دي ألف أهيت، 5 و0، 5 ده السينات والصفر يعني ما تتحركش من مكانها، باء 9 و0، أدي 9 و0 ديت باء، طيب جيم 9 و4، جيم 9 أدي 9 واطلع فوق عند الأربعة قبل الأربعة واعمل جيم، ودال 5 و4، 5 و4 واعمل دال. ده اسم الشكل، اسم الشكل ايه؟ اسم الشكل مربع، ايه اللي اعرف ان هو مربع؟ عد الاضلاع، ادي 1 2 3 4، وادي 1 2 3 4، يعني دي 4 اضلاع ودي 4 اضلاع، يعني 4 سنتي و4 سنتي، يعني هو اضلاع قد بعضها، يبقى ده مربع. مساحة المربع طول الضلع في نفسه 4 في 4 ب16 سنتيمتر مربع. محافظة الاسكندرية صف الخامس الابتدائي من كتاب الاضواء. سؤال الاول، اصغر عدد في مجموعة اعداد العد مضاف اليه 9، اصغر عدد في مجموعة اعداد العد اللي هو الواحد، لما تضيف عليه 9 يعني زود عليه 9 يبقى يديني 9 زائد 1 يديني 10، يبقى أصغر عدد في مجموعة أعداد العد اللي هو الواحد وأضيف عليه يعني زود عليه 9. مجموعة الأعداد الزوجية اتحاد مجموعة الأعداد الفردية، الزوجية اتحاد الفردية يديني ط، الزوجي اتحاد الفردي يديني الأعداد الطبيعية، لأن الزوجية اللي هي
الأعداد الزوجية اللي هي 0 و2 و4 و6 و8، دي كلها أعداد زوجية. والأعداد الفردية اللي هي 1 و3 و5 كده. يبقى أنا خدت من أول 0 1 2 3 4، يبقى دي الأعداد الطبيعية كلها. لكن لو كان تقاطع مفيش بين الأعداد الزوجية والفردية تقاطع. السؤال اللي بعده، المجموعة 0 وط. مجموعة يعني أخد جزئية أو ليست جزئية. المجموعة 0 موجودة في ط، موجودة في ط، أخد جزئية. هنا 93 زائد 87، وهنا 87 زائد 93، وبينهم ناقص، يبقى يديني 0. لأن لو جمعت دول وجمعت دول ونقصتهم من بعض هما نفس الأعداد هيدوني 0. ضعف العدد س مطروحة منه 8. ضعف العدد يعني كلمة ضعف أحط 2، كلمة ضعف معناها 2. العدد س يعني 2 س. ضعف العدد س يعني 2 س، مطروحة منه يعني ناقص، أنقص منه 8. إذا كانت النقطة ج 7 و2 والنقطة د 7 و8، عايز طول. أول ما تشوف طول هنطرح، أول ما تشوف طول هنطرح، هنشيل السبعة مع السبعة، هنشيل السبعة اللي هي متكررة هنا والسبعة متكررة هنا، وأقول له 8 ناقص 2، 8 ناقص 2، 8 ناقص 2 6، 8 ناقص 2 6. السؤال اللي بعده، من طرق تمثيل البيانات، همس البيانات بالأعمدة والمدرج التكراري والأعمدة المزدوجة جميع ما سبق، يبقى أنا همثلها بجميع ما سبق. السؤال اللي بعده، عدد ارتفاعات متوازي الأضلاع، أنا عندي ارتفاعين 2 لمتوازي الأضلاع، الارتفاع الأصغر والارتفاع الأكبر، عندي 2. الارتفاع الأصغر بيقابل القاعدة الكبرى والارتفاع الأكبر بيقابل القاعدة الصغرى. عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الأضلاع 3، المتساوي الأضلاع 3. السؤال اللي بعده، القطاع الدائري، القطاع الدائري الملون بيمثل قد ايه من الدايره؟ بيمثل ربع الدائره. القطاع الدائري بيمثل ربع الدائره. مربع طول قطره 10، عايز مساحه المربع، مساحه المربع نص في طول القطر في طول القطر، نص في 10 في 10، نص في 10 في 10، نص ال 10 5، ال 5 في 10 ب 50 سنتيمتر مربع. محيط الدائرة التي طول نص قطرها 4، محيط الدائرة باي في طول القطر، باي في طول القطر، نص القطر 4 يبقى القطر 8، يبقى باي في 8 ب 8 باي. مساحة المثلث، مساحة المثلث، مثلث مساحة سطحه 12، هو جايب مساحته وطول قاعدته 6، عايز الارتفاع. الارتفاع بيقول ايه؟ 2 المساحة على القاعدة. الارتفاع بيقول 2 المساحة على القاعدة، يعني 2 في 12 على 6، 2 في المساحة على القاعدة، ال 2 في 12 ب 24، 24 على 6 فيها ال 4. مساحة متوازي الأضلاع طول القاعدة في الارتفاع، مساحة المتوازي طول القاعدة في الارتفاع، مساحة المتوازي طول القاعدة في الارتفاع. السؤال اللي بعده، عددان مجموعهما 10، أحدهما س فيكون الآخر. كلمة عددان وكلمة مجموعهما هتتقلب طرح لأنه دول عددان، جمعتهم وهبدأ بالعدد الأول، هبدأ بالعدد الأول، هقول 10، هبدأ بالعشرة ومجموعهما تتقلب طرح ناقص س، يبقى 10 ناقص س. يعني إيه كلمة عددان؟ عددان أنا ما أعرفهمش أهو، جمعتهم على بعض مجموعهما إدوني 10، واحد منهم س، يبقى التاني إيه؟ 10 ناقص س، عشان أجيب المجهول اللي جوه أقول له 10 ناقص س. هنا إذا كانت 945 بيساوي س في 100 زائد 45، إيه اللي ضربته في 100 إداني 900؟ لأن 45 هنا متكررة أهي، هنا 45 وهنا 45، بقى 9، يبقى هنا مكان الإيه؟ الس 9 في 100 ب 900، يبقى الس بكام؟ ب 9. يمكن تمثيل البيانات باستخدام المدرج التكراري أو المضلع التكراري، المدرج أو المضلع. محور تماثل الشكل يقسمه إلى جزئين متطابقين، يقسمه إلى جزئين متطابقين أو متماثلين. السؤال اللي بعده، قسمة أي عدد طبيعي على العدد صفر غير ممكنة، أقسم على الصفر غير ممكنة. من أنواع التحويلات الهندسية الإنعكاس أو الانتقال أو الدوران، الإنعكاس أو الانتقال أو الدوران. مجموعة الأعداد الزوجية تقاطع مجموعة الأعداد الأولية، الزوجية والأولية ما بتقاطعوش غير في رقم واحد بس اللي هو الاتنين. ليه الاتنين؟ لأن الأعداد الأولية كلها أعداد فردية ما عدا الاتنين. باستخدام خواص الضرب في ط أوجد ناتج 4 في 25 في 97، 4 في 97 في 25. هعمل إبدال الأول، هنا هعمل إبدال، هاخد 4 في 25 لأن هما دول اللي هيدوني صفار، 4 في 25 في 97. كده أنا عملت إيه؟ إبدال. كده أنا عملت إبدال، بدلت بس الأرقام اللي تديني صفار هي بس اللي جنب بعضها، واخد 4 في 25 أحطهم في قوس لوحدهم وأضربهم في إيه؟ في 97. كده أنا عملت إيه؟ دمج. كده أنا عملت دمج، حطيتهم في قوسين. 4 في 25 ب 100، أخد 100 أضربها في 97،
هاخد المية اضربها في 97 يبقى 9700. يبقى انا كده عملت انغلاق. يعني ايه انغلاق؟ يعني العدد اللي انا ضربته موجود في ط، والناتج اللي انا طلعته برضو موجود في ايه؟ في ط. السؤال اللي بعده سؤال المعادلة اللي هو 2 س ناقص 1 بيساوي 5، بيقول لي حيث س تنتمي لط. هنا بيقول لي 2 س ناقص 1، هنزل الطرف الاولاني زي ما هو بالظبط، 2 س ناقص 1 واضيف له زائد 1، يبقى انا كده ضفت للطرف الاولاني زائد 1، اضيف للطرف الثاني برضو زائد 1. هنا العدد ومعكوسه يديني صفر، 2 س هتساوي على طول، لان ده وده يديني صفر، عدد ومعكوسه الجمع يعني عدد وعكس اشارته يديني صفر. 5 و1 6، هنا هقسم على الاثنين، الوقت س ما هياش برضو لوحدها، لازم تبقى الواحد، هقسم على الاثنين يبقى س بتساوي 6 على الاثنين فيها 3، يبقى مجموعه حل المعادله بتساوي 3، ولازم احطها في قوس المجموعه. السؤال اللي بعده معين مساحته 30، عايز طوله قطريه، وطول قطريه 6، عايز طول القطر الاخر، مساحته كلها 30، مساحه المعين 30، عايز طول القطر الاخر، هقول له طول القطر بيساوي طول القطر بيساوي 2 في المساحه على القطر، 2 في المساحه اللي هي بتاعه المعين على طول القطر، 2 في المساحه اللي هي 2 في 30، 2 في 30 والقطر عندي بكام؟ ب6، يبقى 2 في 30 ب6، 2 في 30 على 6، ال 2 في 3 ب6 وبحط الصفر، 60 على 6 بيساوي 10، يبقى طول القطر بيساوي 10 سم. حل النموذج الرابع من كتاب الاضواء الصف الخامس الابتدائي. اول سؤال بيقول 7 ناقص 5، 7 ناقص 5 2، موجوده في ط، ايوه موجوده في ط، اخد لها تنتمي. مجموعه الاعداد الزوجيه تقاطع مجموعه الاعداد الفرديه، الاعداد الزوجيه والاعداد الفرديه مفيش بينهم تقاطع، الاعداد الزوجيه والاعداد الفرديه مفيش تقاطع، يبقى فاضل، مفيش مشترك بين الاعداد الزوجيه والاعداد الفرديه. س ناقص 3 بيساوي 5، يبقى هنا هضيف زائد 3 وهنا هضيف زائد 3، يبقى س ب 8، اضيف زائد 3 وناقص 3، هنا ناقص 3 اضيف لها زائد 3 وهنا اضيف لها زائد 3 على طول، يبقى 5 و3 8. مساحه المعينه الذي طوله قطريه 12 و16، يبقى مساحه المعينه نص حاصل ضرب طوله قطريه، نص في 12 في 16، نص ال 16 8، ال 8 في 12 ب 96. اصغر عدد طبيعي هو الصفر، اصغر عدد طبيعي هو الصفر. التعبير الرمزي لثلاثه امثال عدد مضاف اليه 5، 3 امثال عدد يعني 3 س، 3 امثال عدد يعني 3 س، مضاف اليه كلمه مضاف اليه يعني زائد، هزود عليه كام؟ 5، يبقى 3 س زائد 5. ط تقاطعين، ط تقاطعين، يتقاطعوا في مين؟ يتقاطعوا في الصغير، ولو اتحاد يتحدوا في الكبير، من الصغير الط ولا العين؟ يتقاطعوا في الط. 4 في 31 في 25 بيساوي 31 في هنا ناقص الأربعة. دايرة طول قطرها 14، عايز محيط الدايرة، محيط الدايرة باي في طول القطر، باي ب 22 على 7 في القطر ب 14، 14 على 7 فيها الاتنين، الاتنين في 22 باخد البسط مع المقام، 14 على 7 فيها الاتنين، الاتنين في 22 ب 44. السؤال اللي بعده 2456 وهنا 2645، هنا 2600 لكن هنا 2400، يبقى العلامة أصغر منه. السؤال اللي بعده إذا كان عمر الرجل الآن س فإن عمره بعد 8 سنوات، هو عمره الوقت س، طب بعد يعني زائد، بعد 8 سنوات يبقى س زائد 8، نزود على عمره 8 سنين. هنا خصيت، هنا 213 زائد 57 بيساوي 57 زائد 213، خصيت ابدال. عددين س وص مجموعهما 20، لما يقول لي كلمه عددين مجموعهما ابدا بالعدد الاول اللي هو 20، كلمه مجموعهما اقلبها طرح، وهنا جاب لي ص، يبقى هو عايز ايه؟ س. العنصر المحايد الضربي في ط اللي هو الواحد مضاف اليه يعني زائد، 1 زائد 99 يديني 100، 9 في 13 بتساوي 13 في س يعني 13 في 9. مربع طول قطره 6، عايز مساحة المربع نص في طول القطر في طول القطر، نص في 6 في 6، نص ال 6 3، ال 3 في 6 ب 18 سنتيمتر مربع. الواحد بقى 3 بقت 9، هنا ضرب في 3، أضرب في 3، أضرب في 3، يبقى هضرب في 3، ال 3 في 7 ب 21، 1 ومعاك ال 2، 2 في 3 ب 6، 6 و 2 8، يبقى هنا بالضرب في 3. هنا 93 زائد 87 وهنا 87 زائد 93، القوسين شكل بعض وبينهم طرح يدوني صفر. بيقول لي إذا كانت النقطة ألف تقع على محور الإنعكاس، تقع على المحور يعني هي على محور الإنعكاس، فإن صورتها بالإنعكاس ألف تبقى إيه؟ ألف.
صورتها بالانعكاس على المحور تبقى ألف أو هي نفسها. المثلث متساوي الأضلاع طول ضلعه لام، يبقى محيطه تلاتة لام، يعني لام ولام ولام، هنا لام وهنا لام وهنا لام، يبقى تلاتة لام. مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من خمسة، يعني ما تاخدش الخمس، ناخد الصفر والواحد والاتنين والتلاتة والأربعة، ومش هاخد الخمس، هقفل قبل الخمس. التعبير الرمزي لعدد س إذا ضرب في خمسة، يعني إيه ضرب؟ يعني س ضربتها في الخمسة هتديني خمسة س، س في خمسة اللي هي بخمسة س. من خواص الإبدال أو خواص الضرب، استخدم الخواص 2 في 347 في 5، هاخد 2 في 5 في 347، دي خاصية إبدال، دي خاصية إبدال. بعد كده هعمل قوس، هعمل 2 في 5 في 347، دي خاصية دمج. 2 في 5 ب 10، 10 في 347 ب 3470، ودي خاصية انغلاق. السؤال اللي بعده بيقول لي اكتب التعبير الرمزي لعدد س إذا أضيف 6 كان مساوية 26. التعبير الرمزي لعدد س أضيف إليه 6، يعني زودت عليه 6، كان مساويا، يعني الناتج بيساوي 26، هو مش عايز حل المعادلة. بيقول لي أوجد مساحة المثلث اللي طول قاعدته 12 وارتفاع المناظر له 5. مساحة المثلث، هكتب قانون مساحة المثلث، مساحة المثلث بيساوي نص طول القاعدة في الارتفاع، نص طول القاعدة في الارتفاع، نص في القاعدة بتساوي 12 والارتفاع بيساوي 5، يبقى نص ال 12 6، ال 5 في 6 ب 30 سنتيمتر مربع. السؤال اللي بعده الرسمه، معلش الرسمه طبعا موجوده في المحافظات، ممكن تتفرج عليها في المحافظات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حل محافظه الغربيه الصف الخامس الابتدائي من كتاب الاضواء. اول سؤال، العنصر المحايد الضربي في مجموعه الاعداد الطبيعيه. المحايد الضربي اللي هو الواحد، لكن الجمعي اللي هو الصفر. المحايد الضربي اللي هو الواحد. عدد محاور تماثل الدائره، عدد محاور تماثل الدائره عدد لا نهائي، عدد لا نهائي من محاور التماثل، عدد محاور تماثل الدائرة عدد لا نهائي. نبقى عدد محاور تماثل المثلث المتساوي الأضلاع له 3 محاور تماثل، المتساوي الأضلاع 3، المختلف الأضلاع 0، متساوي الأضلاع 3 لكن المختلف الأضلاع 0. مستعان بخط الأعداد المقابل، عايز طول س ص. الطول يعني أنا هطرح الرقم ص ناقص س، مش هو بقول طول س ص، أقول له ص ناقص س، س ص أقول له ص ناقص س. ص بكام؟ ص بأربعة، وسين بواحد، يبقى أربعة ناقص واحد، أربعة ناقص واحد يديني تلات وحدات طول، تلات وحدات طول. السؤال اللي بعده، 300 زائد 500 بيساوي 500 زائد 300، ده خاصية إيه؟ إبدال. خاصية إبدال، بيبدل 300 زائد 500 هي 500 زائد 300. الجدول المقابل يوضح درجات التلاميذ في إحدى المواد، عايز عدد التلاميذ، هو عايز عدد التلاميذ الحاصلين على أقل من 30. مين العدد التلاميذ؟ أدي عدد التلاميذ أهو، أقل من 30، دي المجموعات اللي هي 30، أقل من 30 يعني أنا هجمع ال 12 والتلاتة والتلاتاشر، ال 12 وال 13 اجمعهم على بعض يدوني 25، يبقى عدد التلاميذ 25 تلميذ. مساحة المعين الذي طول قطريه 12 و 16، مساحة المعين نص حاصل ضرب طول قطريه، نص حاصل ضرب طول قطريه، نص في 12 في 16، نص في 12 في 16. ممكن اجيب نص ال 12 وممكن اجيب نص ال 16، ممكن اجيب نص ال 12 وممكن اجيب نص ال 16. يبقى هنا لو جبت نص ال 12 8، ال 8 في 12 ب 2 ب 76 ب 96. ضعف العدد س مطروحا منه 3، ضعف العدد، ضعف يعني 2، العدد اسمه س، يعني ضعف العدد س 2 س، مطروحا منه يعني ناقص. ضعف العدد س مطروحا منه 3 يعني 2 س ناقص 3. مثلث طول قاعدته 8 وارتفاعه 5، عايز مساحة سطحه. مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع، نص في 8 في 5، نص ال 8 4، ال 4 في 5 ب 20، س زائد 8 بيساوي 15، وس بتنتمي للطاء فإن س بتساوي، إيه اللي أزوده على 8 يديني 15، يبقى هزود 7. المربع لازم مساحة سطحه 32 يكون طول قطره، يعني مساحة المربع نص حاصل ضرب طول قطريه،
او نص في طول القطر في طول القطر، مساحة المربع نص في طول القطر في طول القطر. انا ما عنديش القطر، هو عايز القطر، يبقى نص في القطر في القطر. طيب المساحة كلها 32، هنا علشان اجيب القطر عندي قطرين، يعني حاجتين شكل بعض يضربوا في بعض يبقى نفس الرقم. طيب وال 32 وال 2، هضرب ال 32 في 2، هضرب ال 32 في 2، 32 في 2، ال 2 في 2 ب 4، وال 2 في 3 ب 6، بقت 64. عايزه حاجتين شكل بعض اضربهم يديني 64، بس لازم يكونوا شكل بعض، يبقى 8 في 8. السؤال اللي بعده، الشكل المقابل يمثل الألعاب الرياضية التي يمارسها تلاميذ أحد الفصول في المدرسة. قطاع الكرة، عايز قطاع كرة القدم. كرة القدم واخد نص الدائرة، لكن السلة الربع والسباحة الربع، يبقى كرة القدم واخد نص الدائرة. دائرة طول قطرها 14، عايز محيطها، محيط الدائرة بيساوي باي في طول القطر، باي 22 على 7. هكتب القانون الأول، باي في طول القطر، باي ب 22 على 7 في القطر ب 14، يبقى 14 على 7 هقسم ال 14 مع 7 تديني 2، 2 في 22 ب 44. متوازي أضلاع طول قاعدته 6 وارتفاعه 8، عايز مساحة سطحه. مساحة المتوازي طول القاعدة في الارتفاع 6 في 8، 6 في 8 ب 48. هنا 32 زائد 59، وهنا 32 زائد 68. هنا العلامة يساوي، يبقى لازم اللي على اليمين كله يبقى نفس الأعداد اللي على الشمال كلها. هنا 32 مكررة هنا وهنا، لكن 68 هنقلها اليمة التانية، وهنا 59 برضو هنقلها في الطرف التاني. ضعف العدد صاد، يعني ايه كلمة ضعف؟ ضعف يعني اتنين، والعدد اسمه صاد. ضعف العدد صاد يعني اتنين من صاد، مضاف اليه دي يعني زائد، هضيف اليه ايه؟ 7، يعني زائد 7، يبقى اتنين صاد زائد 7. 100 في 25 بيساوي 100 في 5 زائد 100 في 20. خاصية ايه؟ هو هنا خد ال 25 قسمها 5 زائد 20، وال 100 وزعها مرة على الخمسة ومرة على العشرين، يبقى خاصية توزيع. مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من 5، إيه الأعداد الأقل الطبيعية من 5؟ أقل من 5 الصفر والواحد والاثنين والتلاتة والأربعة، وأقل من 5 يعني ما ناخدش الخمسة، أقل من 5 ما تاخدش الخمسة. 945 بيساوي س في 100 زائد 45، إيه اللي ضربته في 100 إداني 900؟ لأن التسعة هنا في المئات ب 900، يعني س دي مكانها 9، يبقى س ب 9. عدد محاور تماثل المعين 2، محاور تماثل المعين 2. أوجد مجموعة حل المعادلة الآتية، س زائد 8 بيساوي 29، س زائد 8 بيساوي 29. هقول له هضيف ناقص 8 للطرفين، هقوم بإضافة ناقص 8 للإيه؟ للطرفين. هنا زائد 8 أضيف لها ناقص 8 بيساوي كده، أنا ضفت ناقص 8 للطرف الأولاني، أخد 29 وأضيف لها ناقص 8. هنا العدد ومعكوسه الجمع يدوني صفر، زائد 8 ناقص 8 يديني صفر، يبقى س بتساوي 29 ناقص 8 21، يبقى مجموعة حل المعادلة اللي هي ميم ح بتساوي 21، المجموعة 21. دائرة طول قطرها 21، عايز محيط الدائرة، محيط الدائرة باي في طول القطر، اكتب القانون، باي في طول القطر، باي ب 22 على 7 والقطر 21، يبقى باي في القطر 22 على 7 في 21. 21 على 7 هتديني 3، 21 على 7 اديني 3، ال 2 في 3 ب 6 وال 2 في 3 ب 6، يبقى محيط الدائرة 66 سنتي. استخدم خاصية التوزيع لإيجاد ناتج 316 في 1100، 316 في 1100 و 1001. طيب هنستخدم خاصية التوزيع، هاخد ال 316 بره القوس فيه وافتح قوس واخد ال 1000 دي، 1000 زائد 1، الألف وواحد، ألف زائد واحد، وهوزع 316 في الألف واخد 316 في الواحد، يبقى 316 في ألف زائد 316 في واحد، 316 في ألف و 316 ألف زائد 316 في 1 ب 316، واجمع عادي بقى، 3 0 و 6 هي 6، 0 و 1 هو ال 1، 0 و 3 هي 3، 6 وما فيش عدد في الآلاف هي 6، 1 وما فيش هو ال 1، 3 وما فيش هي ال 3. السؤال اللي بعده اللي هو الرسمة، بيقول ارسم في المستوى الأحداثي ذو البعدين أ 8 و 5 وباء ب 8 و 2 وج ب 5 و 7 ودال ب 5 و 2، وعايز صورته بالانعكاس في ج د.
هنا الرسمة اهيت، هنعمل مستوى إحداثي 0 1 2 3 اللي هو الخط السينات، محور السينات ومحور الصادات، وهنا برضو نفسه 1 و2 و3 و4 و5 زي ما انت عايز. عايز تكمل العشرة مفيش مشكلة. هنا أكبر رقم عندنا اللي هو 8، ممكن تكمل الطرفين للعشرة. وهنبدأ نرسم الألف، عندي 8 و1 8 و5، الألف 8 و5، من عند 8 وقف عند 8 واطلع لفوق عند 5، الألف 8 و5، أدي 8 هي واطلع فوق عند 5، دي اسمها ألف، يبقى دي 8 وبلا 5 يبقى دي اسمها إيه؟ ألف. طيب الباء 8 و2، أدي 8 هي وتطلع فوق عند 2، دي كده اسمها الباء. الجيم 5 و7، 5 ما تعملش نقطة عند 5، تعمل النقطة عند 7، 5 و7 دي كده جيم هنا وبلا 7. دال 5 و2، الدال ادي 5 وادي 2 يبقى دال 5 و2. وهبتدي اوصل الشكل مع بعضه اللي هي الحروف اللي احنا عملناها ا ب ج د دول. وبعدين هو عايز ايه صورته بالانعكاس في ج د، طالما قال لي ج د ادي ج وادي د، هطول ج د اعمل لها محور تماثل، طول ج د شويه اعمل لها محور تماثل، اعمل لها هنا شعاع وهنا شعاع علشان اعمل لها محور تماثل كده. يبقى انا كده عملت محور تماثل، اقسم الشكل نصين قد بعض، ابدا بقى اعمل الانعكاس. ده بقى بينه وبين محور التماثل 3، ادي 1 2 3 مربعات، اعمل 1 2 3 مربعات واعمل باء شرطه. اخد النقطه الف، النقطه الف ادي 1 2 3 بينها وبين محور التماثل 3، ادي 1 2 3 واعمل الف شرطه. طيب وجيم ودال، جيم ودال على محور التماثل صورتهم هي نفسها، صوره جيم دال هي نفسها. اختبار محافظه القاهره الصف الخامس الابتدائي من كتاب الاضواء. أول سؤال اختر الإجابة الصحيحة، 8 على 4، 8 على 4 فيها الاتنين، الاتنين دي موجودة في ط، الاتنين ده عنصر، يعني ايه عنصر؟ مفيش عليها قوس، لا ده قوس زوج مرتب لكن ما هوش قوس مجموعة، يبقى الاتنين دي مفيش عليها أقواس المجموعة، تبقى عنصر، عنصر ومجموعة أخد تنتمي أو لا تنتمي، الاتنين موجودة ايه وموجودة يبقى أخد لها تنتمي. عددان س وصاد مجموعهما 20، لما يقولي كلمة عددان، كلمة عددان تخلي مجموعهما ديت بدل ما هي جمع تبقى طرح، كلمة عددان مجموعهما بدل ما هجمع هطرح، وهيبدأ بالعدد الأول. كلمة عددان س وصاد مجموعهما، لما تشوف كلمة عددان بدل الجمع اطرح وابدأ بالعدد الأول اللي هو 20 ناقص، هو عايز مين؟ هو عايز صاد، فإن صاد بتساوي 20 ناقص س. السؤال اللي بعده، محيط المثلث المتساوي الأضلاع طول ضلع لام، محيط مثلث متساوي الأضلاع طول ضلع لام، هو محيط المثلث بيقول ايه؟ مجموع أطوال أضلاع، يعني لام زائد لام زائد لام يساوي 3 لام. التعبير الرمزي لضعف، ضعف العدد، يعني ايه ضعف؟ ضعف يعني 2، والعدد اسمه صاد يبقى 2 صاد، ضعف يعني 2 والعدد اسمه صاد، اقول 2 صاد. مساحة مربع طول قطره 8، مساحة المربع بتساوي نص في طول القطر في طول القطر، نص في 8 في 8، نص ال 8 4، نص ال 8 4، ال 4 في 8 ب 32. أصغر عدد طبيعي هو الصفر، أصغر عدد طبيعي في الأعداد الطبيعية اللي هو الصفر. عدد محاور تماثل المعين، عدد محاور تماثل المعين 2. مثلث طول قاعدته 12 وارتفاعه 5، عايز مساحته، مساحة المثلث نص طول القاعدة في الارتفاع، نص في 12 في 5، نص في 12 في 5، نص ال 12 6، نص ال 12 6، ال 5 في 6 ب 30. مجموعة الأعداد الزوجية زال تقاطع مجموعة الأعداد الأولية، تقاطعوا في الاتنين، المشترك ما بين الأعداد الزوجية والأعداد الأولية هو الاتنين بس، لأن الأعداد الأولية كلها أعداد فردية ما عدا الاتنين. متوازي مستطيلا، متوازي أضلاع مساحة سطحه 20 سم تربيع وطول قاعدته 5، عايز الارتفاع، المتوازي المساحة على طول قاعدة، الارتفاع متوازي على طول قاعدة، مساحة المتوازي 20 وقاعدته 5، عايز ارتفاعه يبقى 20 على 5 فيها الأربعة. ليه؟ لان تعريف المتوازي هنا، تعريف المتوازي مفيش في نص، تعريف المتوازي مفيش في نص، مساحة المتوازي هنا اقسم دي لعشرين على الخمسة، عايز الارتفاع اقسم المساحة على طول القاعدة، اقسم المساحة على طول القاعدة. السؤال اللي بعده، محيط الدائرة التي طول نص قطرها 4 باي في، محيط الدائرة بيساوي باي في طول القطر، باي في طول القطر، القطر نص القطر 4 يبقى القطر 8، 3 س بتساوي 15، فإن س هنا قدام س 3 يبقى هقسم على التلاتة للطرفين، هقسم على التلاتة للطرفين، التلاتة هتروح مع التلاتة يبقى 15 على 3 فيها الخمسة يبقى س بخمسة. إذا كانت س عدد فردي فإن س زائد 1 يكون، حط شيل س وحط أي عدد فردي، 1
تلاتة، خمسة، أي عدد فرنسي. واحد زائد واحد اتنين، اتنين يو ده يبقى عدد ايه؟ زوجي. مساحة سطح المعاينة لطول قطريه تمانية وستة، مساحة سطح المعاينة نص حاصل ضرب طول قطريه، نص في تمانية في ستة، نص في تمانية في ستة، نص التمانية أربعة، نص التمانية أربعة، الأربعة في ستة بأربعة وعشرين سنتيمتر مربع. السؤال الثاني أكمل ما يلي: العنصر المحايد الضربي في طه، المحايد الضربي اللي هو الواحد، العنصر المحايد الضربي اللي هو الواحد. مركز المجموعة، أي مركز المجموعة بداية المجموعة زائد نهايتها على اتنين، بداية المجموعة اللي هو أربعين ونهايتها اللي هو خمسين على اتنين، أربعين وخمسين تسعين، تسعين على الاتنين يساوي خمسة وأربعين، يبقى مركز المجموعة خمسة وأربعين. من التحويلات الهندسية عندي الإنعكاس والانتقال والدوران، عندي الإنعكاس والانتقال. ألف تنتمي للام، فإن صورة ألف بالانعكاس في لام، تنتمي للام يعني على محور التماثل، تنتمي للام على محور التماثل، يبقى بصورتها بالانعكاس هي نفسها ألف، أو تقول هي نفسها. مجموعة الأعداد الطبيعية الأقل من اتنين، عايز الأعداد الطبيعية الأقل من اتنين، طبعا أنا عندي الصفر لأنه بيقول لي عدد طبيعي، يعني هاخد الصفر وهاخد الواحد. أقل من اتنين يعني ما تاخدش الاتنين. س ناقص خمسة بيساوي حداشر، هودي الناقص خمسة ده بعكس الإشارة اليمة التانية، أضيف له هنا زائد خمسة وهنا زائد خمسة، دي تبقى س بتساوي حداشر زائد خمسة، لأن الناقص خمسة تروح اليمة التانية زائد خمسة، حداشر زائد خمسة ستاشر، يبقى س بستاشر. هنا عمل خاصية التوزيع لأن أنا عندي ضرب وجمع، ضرب وجمع يبقى بيعمل خاصية التوزيع. خد الستة وتمانين كررها هنا في القوس ده وفي القوس ده عشان هو هيوزعها على الخمستاشر، الخمستاشر هنا العلامة زائد هي خد منها عشرة بقى منها خمسة، يبقى الصوب بخمسة، يبقى هنا بيعمل عملية توزيع. دائرة محيطها تمانية وتمانين، عايز طول قطرها، محيط الدائرة، محيط الدائرة بيساوي باي في طول القطر، محيط الدائرة بيساوي باي في طول القطر. هو جايب المحيط اللي هو تمانية وتمانين، الباي جايبها باتنين وعشرين على سبعة. طيب عايز القطر انا معرفوش، طب ايه القطر بقى؟ عايز القطر اجيب اللي بره على جوه، المحيط اللي هو تمانية وتمانين على اتنين وعشرين على سبعة، المحيط اللي هو تمانية وتمانين على اتنين وعشرين على سبعة. هطبق القاعدة اللي هي اتركها غير العلى تبقى فيه، شقلب الكسر تبقى السبعة فوق والاتنين وعشرين تحت، هاسم هنا على الحداشر هتديني تمانية، وهاسم هنا على الحداشر هتديني اتنين، تمانية على الاتنين فيها الاربعة، الاربعة في سبعة بتمانية وعشرين، وممكن تخلصها على الآلة كلها، يبقى طول القطر تمانية وعشرين. السؤال اللي بعده: استخدم خواص الإبدال والدمج في إيجاد 25 في 37 في 4. خواص الإبدال أنا هبدل الأول، هاخد ال 25 دي وأبدل جنبها الأربعة وأكتب جنبها ال 37، كده أنا عملت إبدال. طب أدمج، أدمج يعني أحطهم في قوس اللي هم هيدوني أصفار، ليه خدت ال 25 في 4؟ لأن هم دول اللي هيدوني أصفار، كده أنا عملت إيه؟ دمج. أخلص القوس، الأربعة في خمسة وعشرين بمية، المية في سبعة وتلاتين، ده خاصية الإنغلاق اللي هو هخلص الناتج اللي هي إنغلاق. السؤال اللي بعده بيقول لي: حل المعادلة اتنين س زائد سبعة بيساوي خمسة وعشرين. طبعا هنا اتنين س أنا هضيف هنا ناقص سبعة للطرفين، هنا زائد سبعة هضيف لها ناقص سبعة، وهنزل الطرف التاني زي ما هو وهضيف له برضه ناقص سبعة. هنا زائد سبعة وناقص سبعة ده العدد ومعكوسه الجمعي، العدد ومعكوسه الجمعي يدوني صفر، يبقى هنا الاتنين بقت زائد صفر بيساوي، يبقى الاتنين على طول بتساوي خمسة وعشرين ناقص سبعة يديني تمنتاشر، هقسم هنا على الاتنين وهقسم هنا على الاتنين اللي هي قدام س، الاتنين هتروح مع الاتنين هيبقى س بتساوي تسعة، يبقى مجموعة حل المعادلة اللي هي ميم ح بتساوي تسعة. ارسم صورة المثلث أ ب ج بالانعكاس في لام، تعالى نرسم صورة المثلث بالانعكاس. عندي أ بعد بينها وبين محور التماثل مربع واحد، يبقى ده اسمها أ شرطة. هنا ب بعد ب واحد اتنين تلاتة بينها وبين محور التماثل تلاتة، أدي واحد اتنين تلاتة وأحط هنا ب شرطة. هنا ج بينها وبين محور التماثل أدي واحد اتنين تلاتة، برضو عد واحد اتنين تلاتة، وهنا هتبقى ج شرطة. طبعا انت هتوصل بالمسطرة
معلش طبعا التوصيل مش هيطلع مظبوط قوي لانه من غير مصدر. وهوصل الباء يبقى ده صورته بالانعكاس. السؤال اللي بعده، الجدول التالي يبين درجات الطلاب في مادة الرياضة، عايز المضلع التكراري. طبعا هنا انا هرسم المجموعات والتكرارات، هنا المجموعات اهيت والتكرارات، ادي المجموعات بكتب المجموعات وهنا فوق بكتب التكرارات. طيب هنا المجموعات بكتبها زي ما هي اللي هي 10 20 30 40 اللي هو بكتبهم زي ما هي وما بغيرش، لكن الاعداد التانية اللي هي التكرار اللي هي 5 و6 و4 مالكش دعوه بالمجموع 15، خليك في التكرار. اصغر رقم فيهم 4 وكلهم معظمهم اعداد فرديه، خليك ماشي 1 2 3 4 5 6. يبقى هنعمل هنا بس لازم المربع تبقى قدها بالظبط، هنا 1 2 3 4 5 6 لحد ما انت عاوز. طبعا هي شغالين اعداد فرديه، هو قالك العشرة وبالها 5، اطلع من عند العشرة قبل الخمس، هنا النقطة هي توصل اعمل عمود ونزلها لتحت، هنا العشرين قبلها الستة، تطلع من عند العشرين لحد الستة وتكمل العمود وتنزله برضو لتحت، هنا التلاتين قبلها الأربعة، ادي الأربعة هي وتنزله لتحت. هو عايز مضلع في المنتصف بالظبط وبعمل النقطة وبوصلهم بالمسطرة. هو عايز المضلع بوصلهم بالمسطرة، المنحنى بوصلهم بإيدي مبوصلهمش بالمسطرة. يبقى كده الرسمة اللي هي المجموعات والتكرارات اهيت 10 20 30، وهنا الأعداد زي ما هي 1 2 3، ممكن أعملها أعداد زوجية بس هتبقى صغيرة قوي، فهي طالما الأعداد قليلة بعملها 1 2. حافظت الجيزة الصف الخامس الابتدائي من كتاب سلاح التلميذ. أول سؤال، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. دائرة طول قطرها 8 سنتي، فإن طول نص القطر، قطرها 8 سنتي، عايز نص القطر يعني نص التمانية اللي هو بأربعة. احتمال الحدث المستحيل 0، المستحيل 0، المؤكد 1، الممكن نص. هنا بيقول لك قرب لأقرب جزء من 10، العشرة دي كم؟ 0 0 1، يعني أحط إيدي أعتبر إن ده 0 وهبص للتمانية، التمانية تدي للواحد، التمانية من 5 فيما فوق هتزود، الأعداد 5 فيما فوق هتزود الواحد تبقى 2، يبقى 4 و2 من 10. هنا عايز احول من كيلو جرام لجرام، من كيلو جرام لجرام، من كبير لصغير بضرب، من كبير لصغير بضرب، بضرب في ايه؟ بضرب في 1000. هنا هضرب في 1000، هحرك العلامه 3 ارقام على اليمين، هحط ايدي على العلامه واحركها على اليمين 3 ارقام، ادي واحد والتاني والتالت مش موجود، هحط صفرين مكانهم. هنا المجموعه 3 والمجموعه 33، هنا 3 لكن مفيش هنا 3، دي اسمها 33، وهنا قوس وهنا قوس، يبقى اخد غير جزئيه او ليست جزئيه، لكن لو ما كانش في القوس اخد تنتمي او لا تنتمي. هنا 5 من 10 في 9، وهنا 5 في 9 من 10، هنا علامه بعد رقم وهنا علامه بعد رقم، وهنا 9 وهنا 9، وهنا 5 وهنا 5، يبقى العلامه يساوي. هنا اقسم على 1000 احط علامه، اقسم على 1000 في عدد ما فيهوش علامه احط علامه بعد 3 ارقام، 1 2 3، احط العلامه بعد الاربعه. عدد المجموعات الجزئية للمجموعة 5، المجموعات الجزئية المجموعة 5، أي رقم حط فوقه 2، أي رقم حط فوقه 2 اللي هي عدد المجموعات الجزئية اللي هي فاي و5، كم مجموعة؟ 2. بيقول لي مثلث قياسات زوايا 40 50 90، عايز نوع المثلث، أكبر زاوية عندي اللي هي 90 اللي هو قائم الزاوية، قرب لأقرب عندي 0، يبقى قرب لأقرب 100. احتمال ظهور عدد أولي، الأعداد الأولية على حجر النرد، حجر النرد من 1 ل6، الأعداد الأولية اللي هي 2 و3 و5، دول كام احتمال؟ دول 3، والحجر النرد كله 6، يبقى 3 على 6، والاحتمال لازم يكون في أبسط صورة، هنا 3 نص 6 يعني بنص، أو قسم على 3 فوق وتحت يديني نص. الصفحة اللي بعدها، ما يعبر عن الجزء المظلل، ما يعبر عن الجزء المظلل. هنا مظلل في النص يبقى س تقاطع ص، والشال تحت يبقى س تقاطع ص. السؤال اللي بعده، 2 على 5 ولا 2 على 3؟ هنا ممكن تعمل المقص اللي هو الاتنين في 3 ب6 والاتنين في 5 ب10، يبقى العشرة أكبر يبقى العلامة أصغر من. في المثلث أ ب ج، إذا كان أ ده العمودي، عمودي يعني عمل زاوية قايمة على ب ج، فإن الارتفاع، الارتفاع اللي هو العمل عمود، الارتفاع اللي وقف على الباء ج ده العمود، أ د ده عمودي على باء ج، يبقى الارتفاع اسمه أ د. أكمل هنا بيقول لي 4 2 وربع في 4 على 3، طبعا أرفع الكسر الأول، أرفع الكسر إزاي؟ أضرب وأجمع، أضرب وأجمع، 2 في 4 ب8، 1 9 على نفس المقام اللي هو الأربعة، وهي في خلاص هنزلها هنا 4 على 3، هي مفيش فيها رفع كسر، هنزلها زي ما هي، هنا 4 وتحت 4، البسط مع المقام بيروح مع بعض، يبقى ألي فوق 9 وتحت 3، يعني ما اسمهاش 9 في 3، اسمها 9 على 3، 9 على 3 ب3، أو أقسم على 3 فوق وتحت يديني 3 على 1، و3 على 1 معناها ب3. احتمال فوز أحد الفرق هو 5 على 8، في احتمال عدم فوزهم
هو جابهم 5/8 في الفوز، بقاله كام عشان يوصل ل8/8؟ وده عدم فوزه، بقاله 3/8. هنا المجموع 4 و5، فرق 4 و9 و6. يعني ايه فرق؟ يعني ايه اللي موجود في الاولى ما هوش في التانية، ايه اللي موجود في القوس الاولاني مش في التاني؟ هنا 4 وهنا 4، هنا 5 ما فيش هنا 5، يبقى المجموعة 5. نقطة تقاطع ارتفاعات المثلث الحاد تتقاطع داخل المثلث، الحاد داخل، المنفرج خارج، القائم عند رأس القائمة. هنا هضرب 3 في 6 ب18، 8 ومعانا الواحد، 6 في 7 ب42، 1 43، 3 ومعايا 4، 5 في 6 ب30، و4 34، وبجمع العلامات هنا بعد رقمين وهنا بعد رقم واحد، يبقى هنا 2 رقمين، يعني 2 + 1 يديني 3، يبقى احط علامة بعد 3 أرقام. هنا 9176 × 124 بيساوي 74، هو كتب نفس الرقم بس حط علامة. طبعا أنا في القسمة بطرح العلامات غير الضرب، في القسمة هطرح هنا علامة بعد 3 أرقام، هنا علامة بعد رقمين، يعني 3 + 2، يبقى علامة بعد رقم واحد، هكتب الناتج زي ما هو وحط علامة بعد رقم. إذا كانت 3 تنتمي، يعني 3 دي جوه في القوس، والسين لوحدها مفيش جنبها زائد ولا ناقص، يبقى السين ب3. القطعة المستقيمة التي تصل بين نقطتين على دائرة ولا تمر بالمركز، طالما قال لي ما بتمرش بالمركز يبقى ده وتر، لا تمر بالمركز يبقى وتر، لكن لو كانت تمر يبقى قطر. السؤال اللي بعده رتب، طبعا هنا 3/4 وهنا كسر، هنا اعداد عشرية، لازم كله يبقى اعداد عشرية وكله كسور. طبعا انا بحاول الكسر اسهل من تحويل الاعداد العشرية، حول الكسر 3/4 ب75%، والخمس ب2/10، الخمس بضرب هنا في 2 وفوق في 2، الواحد في 2 ب2 والاتنين في 5 ب10، هشيل 10 وحط علامة بعد رقم، يعني 2/10. هنا هساوي العلامات علشان ارتب، هنا علامة بعد رقمين، هنا بعد رقمين، لكن هنا بعد رقم فهحط لها ايه؟ 0. هنا علامة بعد رقمين، كده العلامات بقت شكل بعضها. هرتب بقى من الصغير هنا ال20 اللي هو كان اسمه ايه اصلا؟ خمس، ودي باسمها هتنزل، ودي باسمها 51% هتنزل، وال75 كانت 3/4 وده اسمها الاصلي. يبقى انا بحول القصور لاعداد عشرية واساوي العلامات، وبعد كده رتب بالاسامي اللي هو جايبه. في الشكل المقابل اللي هو شكل فين، عايز سين اتحاد صاد، باخد اللي في سين واللي في صاد، سين اتحاد صاد باخد اللي في سين واللي في صاد. هنا سين 5 و4 و7 و3، بس برتبهم بقى 3 4 5 7. هنا لو عايز التقاطع باخد المشترك اللي هو في النص اللي هو 7، لو قال لي سين تقاطع صاد باخد المشترك، لو قال لي صاد فرق سين ايدي على سين، قال لي صاد فرق سين ايدي على سين، هتحط ايدك على سين يعني هتشيل ده كله، والسبعة دي موجودة مع سين يعني حط ايدك على سين، هيتبقى لي مين؟ التلات. طب والاتنين؟ لا الاتنين دي باخدها في المكمل بس، مينفعش اخدها في الفرق، باخدها في المكمل وبس، يبقى انا هنا هاخد التلات. طيب لما اقول سين المكملة ايدي على سين، وباخد بقى الباقي كله سين المكملة ايدي على سين، وباخد الاتنين والتلات. السؤال اللي بعده بيقول لي صندوق يحتوي على 5 كرات حمراء، 7 خضراء، 3 صفراء، احتمال ان تكون صفراء، احتمال ان تكون صفراء، هي الصفراء كام؟ 3، وهم كلهم كام؟ 15. وببسط لان لازم الكسر يبقى في ابسط صورة، هقسم على 3 فوق وتحت، 3 × 3 = 1، 15 × 3 = 5. ليست، اول ما تشوف كلمة ليست حط 1 ناقص، ليست حط 1 ناقص، والحمراء اصلا كام؟ الحمراء 5 وهم كلهم 15، الواحد الصحيح ده هو ب15 على 15. ليه 15؟ لان المقام تحت 15، فانا بفك الواحد الصحيح ب15 على 15، واقوله ناقص 5 على 15، المقامات بقت واحدة باخد واحدة، المقامات واحدة باخد واحدة، هنا 15 ناقص 5 يدينا 10. الوقت برضو الكسر ما هوش في ابسط صورة، لازم ابسطه، هنا 10 وهنا 5، هقسم على 5 فوق وتحت يديني 2 على 3. هنا بيقول لي ارسم المثلث، طبعا مثلث متساوي الاضلاع، اضلاعه كلها قد بعضها، لانه بيقول لي ا ب بيساوي ب ج بيساوي ا ج بيساوي 5 سم. هترسم القاعده اللي هي ا ب ب 5 سم وهتكتب عليها ا ب، ممكن ترسم بالفرجار وتثبت هنا على اليمين وتفتح الفرجار 5 سم، وترسم القوس 5 سم، وترسم هنا على الشمال وتثبت وتعمل القوس برده 5 سم، والنقطه اللي يطلقوا فيها توصل، ممكن تعملها بالمسطره تقسم هنا 5 سم تقسمها بالنص لحد 2 ونص، وبالها بالظبط توصل دي ودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.